السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على فيديو وأنا حدك وتشوف الفيديو كامل جاي من الفيديو ده وتشترك في قناة نصيرة وتويت مشترك ونضغط لايك ونصيرة أكبر عدد من اللايكات ده نبدأ الفيديو. معنا هم شاف شنور بس حاطط في مسمار من كتر السرعة ووريك عامل ازاي. واو دي واحد بيتكلم ووريك الصغير شال الكرسي من تحتيه راح من بنته زلقت الكرسي راح نزل بيه على طول. وهي ماشيه زلاتها من ظهرها راحت مقطعه من الصين دي تيار كهربي بين ماسوره وماسوره دي سياره كريسماس خبطها نازله التلج دي سوسته يطلعها لفوق وتروح نازله على طول. هي واحده بس شالت عينها. واو دي جيتار الوان احمر دي بيرفع العصايه كده بتروح مغيره لون كل ما يرفع عصايه بتروح مغيره لون. واو الازرق والاخضر بنفسجي دي تلج. واو عامل ازاي طالع من تحت تحت الارض عامل ازاي. واو دي بقى وردة عامل ازاي مرة قلت وردة هيفتحها وبعد كده تفتح كلها مرة. دي عربية تمشي كل اتجاهات كل اتجاهات تمشي في اي اتجاه وتلف. وبص تعمل اي حركة بتعمل يعني انت مثلا حتة ضيقة ممكن تضيق جواها. دي عربية ماشية على اسمه ايه جسر بيسأل عامل ازاي مية هتلمس يعني في خطورة ده اي فيضان ممكن يوجع اي عربية. دي بلف دي بيرفع علف ولا بلف حاجة دي بتقطع لعب الجمباز ده لعب الجمباز. واو بص بلف ازاي. واو دي الشكل بيلفه يلف الشكل. واو بيلفه لف. واو دي بيعمل لون عشان تحت السقف يشيله تحت السقف يشيله عامل ازاي. عمال يشيل في دي برضه يلفها كورات نازلة تحت كورات دي بتاعت بي ام دبليو تحت الشعار تحته الشعار تحت دي بحط العلامة التجارية على القماش حط العلامة التجارية حط العلامة التجارية على القماش عشان جدا دي بتنظف الحاجات قطن المخدة أي حاجة دي بتنظف القطن على طول. واو عاملة ازاي ده بتشفط ولا ايه مش عارفين. دي أكياس بتاعت المصانع دي برضه دي مش عارفين يجيب كمال بتاع اسمه ايه المسلق اسمه مخطوط ده. بص بيلفه وبيعمل نظام على حاجة عادي بس هتلاقيها دي مغناطيس ممكن تلاقيه دي مغناطيس ممكن تلاقيه دي مغناطيس دي مية بس الشمعة ايه الشمعة ورا الكوباية ورا الكوبوس كبر كبوس ضخمة ظهرتها اللي هي ضخمة. دي تليفون خلفية ثلاثية الأبعاد ثلاثية الأبعاد واحد بيشوفها يقول ممكن يمد ايده يشوف اللي جوه ده بتاع كل السلمنت. حاطين اسمه ايه كاميرا جو برو على كرة السلم. واو رش الصابون. واو يعني دي رش بيحطه وبيشيل اي وساخة ولا اي حاجة دي شمسية يقول لك ازاي تعملها عشان مثلا في نظرة مش عايز تتوسخ ولا اي نظر تيجي عليك يعني بيقول لك ازاي. دي ورق الشجر ورق الشجر عليها رسمة عملها على الشمسة الرسمة ظهر على طول الرسمة ظهر. دي رسمة جلد رسمة جلد عامل ازاي بص رسمة جلد. واو الفيلم بتاعي دي مادة دي بتاع مقطوع كرسي بتاع العربية مقطوع ولا اي كرسي او اي موش يحط. دي الطباخين العاملين بص بيرفعها وتنزل في الكيس على طول يعني مثلا مش بحط البتاع لا دي بتعمل على طول دي. واو دي اسمه ايه دي حاجة جديدة بتاعت مثلا المنازل اللي تلاقيها ضيقة ولا حاجة دي بتستخدم في أي استخدام سريع أي حاجة دي شراب ده العلاج ده عشان تلفها تخليها دايرة هتكبر الدايرة هتكبر دلوقتي. واو واو دي الهدف عشان بقى ايه من بعد البلاد اللي برا استيراد بتنغلف دي برضه بتنغلف عامل ازاي. واو كل خصوصية الاشتراك نصف الى 300 مشترك واضغط لايك نصف الى